السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي سينيور 3. هنحل دلوقتي درس الفيسيولوجيكال سبورت أسئلة المعاصر نسخة 2024. هتلاحظوا معايا ان تحت كل سؤال كده بفسر لك وبجيب لك سكرينات من الورق اللي عاملاه لك، ورق مهم جدا فيه كل مفاتيح الأسئلة وفي الرولز اللي هتساعدك تحل بسرعة وما تاخدش وقت في الحل، وململك فيه كل حاجة. ما عليك انك تذاكره كويس جدا، ان شاء الله هتحل بسرعة وبسهولة. وطبعا لما تنزل نسخة 2025 هعمل لك فيديو صغير بالأسئلة الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال، الشكل اللي قدامنا بيقول لك X دي refers to the salt concentration في الصويل، خلاص يعني دي كده الصويل، و Y ال concentration of cell sap vacuole the root hair. طيب يعني كده اللي هو ال concentration بتاع ال solution في ال sap vacuole في root hair يعني في البلانت. لو ركزنا كده هو جايب لك هنا في السويل بقى الدوائر دي المفروض الووتر، ودي المفروض السولت الأملاح، أما في البلانت الووتر والسولت. فملاحظ معايا إن الووتر كونسنتريشن في السويل أعلى من البلانت، فطبعا الووتر بتتجه او بيكون الووتر موفمنت في اتجاه الهاي سولت كونسنتريشن، تركيز السولت والاملاح في البلانت كتير، فاتجاه الميه هيكون من السويل للبلانت، وبالتالي هنا الميه هتدخل للبلانت بشكل كبير طبعا، ويزيد بقى زي ما قلنا الساب فاكيول السايز بتاعها هيزيد، تضغط على البروتوبلازم والبروتوبلازم يبريس على السيل وول والبلانت سيل كده gains physiological support. Should the following play the main role for straightness of many plant stem after watering؟ اللي يخلي نبات النعناع الستيم بتاعه يحصله straightness يستقيم، معناها انه دخله ميه، يعني يقصد يقول لك gains physiological support. البطل معانا في الموضوع ده في الفيسيولوجيكال سبورت هي الساب فاكيول، خلاص الساب فاكيول الاول بعدين السيل وول. الساب فاكيول تدخل لها ميه تكبر في السايز، تضغط على البروتوبلازم، البروتوبلازم يزق السيل وول اوتورد، فالسيل تاخد المنظر ده. البلانت ليفز تاخد الشكل ده، نقول عليها تيرجت كده يعني تكون مشدوده، وكمان الستيم بيحصل له ستريتنس يقف كده على حيله، بدل ما يبقى الستيم نايم كده ودبلان واقع في الارض، لا بيبقى ايه يستقيم. طيب نمبر 3 بيقولك عندنا 3 identical plants، بيقصد يقولك ان هما قد بعض في السايز والشكل وكل حاجه، irrigated ادينالهم ميه و 3 solutions of different osmotic concentration، يعني كل واحد كده رويناه بميه التركيز السولت بتاعها مختلف عن التاني. طيب ال result after irrigation recorded في الجراف اللي قدامنا ده، يعني كده ده البلانت زي مثلا ده السايز بتاعه قبل ال irrigation، ده كده بعد x قبل بعد زد، ده كده قبل ده كده بعد، بيقولك مين فيهم لاست فقد الفيسيولوجيكال سبورت، يعني خرج منه ميه، يعني حصل له شرينك. تمام، تعال كده نشوف، لو بصينا على زي هنلاقي السايز بتاعه قل بعد، يعني ده كده قبل قبل الاريجيشن، ده بعد الاريجيشن يعني بعد ما رويناه بالميه، فطبعا كده بنختار زي. العكس بقى مين اللي acquired physiological support، يعني اللي دخل له ميه، يعني اللي السايز بتاعه زاد بعد الاريجيشن طبعا X. طيب عندنا كده two cells، خليتين separated from، واحده من الروت ابيدرمس والتانيه من الليف من الورقه، حطيناهم two solutions with equal concentration، يعني هنا حطيتها في solution 10% وهنا برضو 10%، واحدة من الورقة واحدة من الروت. بعدين الريزلت زي ما انت شايف، واحدة حصل فيها swelling كده والتانية حصل فيها shrink، معنى كده ان دي دخل لها water اما دي خرج منها water، يبقى دي المفروض ما دام دخل لها water من بره لجوه يبقى هي بتحتوي على higher salt concentration، تركيز اعلى من السولت، سحبت الميه لجواها اتجاه الميه، في دايما الميه بتتحرك في اتجاه الاعلى للسولت، اما ديت لا دي بقى lower salt concentration لان الميه خرجت منها للسولت. وبالتالي هنا بص اول تشويس بيقولك osmolarity of sap vacuole number 1، osmolarity معناها تركيز السولت في الفاكيول نمبر 1 اعلى من الاوزمولاريتي يعني تركيز السولت في الساب فاكيول نمبر 2.
طيب نشوف بقى الاختيارات. بيقولك osmolarity of sap vacuole في two cells larger than the osmolarity of two solution. لا الكلام ده في one بس، هي الاوزمولاريتي بتاعتها اعلى يعني سولت كونسنتريشن اعلى، فدخلت او سحبت الميه جواها اتجاه الميه في اتجاه الاعلى للسولت دايما، فحصلها سويلنج. انما تحصلها شرينك فلا. اوزمولاريتي اوف ساب فاكيول 2 لارجر ذان 1، لا العكس 1 اللي اعلى من 2 زي ما قلنا في الاختيار الاولاني. الاولاني هو ده اللي كان صح. اوزمولاريتي اوف ساب فاكيول في 1 ايكوال تو اوزمولاريتي اوف ساب فاكيول في 2، فقلنا نفس ما ينفعش osmolarity في 1 أعلى. عندنا ال piece of potato ال weight أو الوزن بتاعها x، تمام x جرام. طيب 5 كده زي ما هو كاتب لك في كل الحالات. فبيقولك حطيناها في distilled water for 30 minutes، فبقى ال weight بتاعها y اهو. بعد 30 minutes حطيناها في distilled water يعني ميه ما فيهاش صولت واملاح ولا حاجه خالص بيور، وبالتالي الميه هيكون اتجاهها فين؟ ناحيه السل. الميه بتتجه في الاتجاه اللي فيه صولت كتير او شوجر كتير، فالويت بتاعها هيزيد. يعني بدل ما هتبقى 5 هتبقى مثلا، مش هينفع اختار غير سي 5.5، ما ينفعش اختار اي حاجه تانية. تمام هختار 5.5. خلاص يبقى كده الويت بتاعها زاد. بعدين بيقول لك رجعنا حطيناها في concentrated sugar solution for 30 minutes. خلاص concentrated sugar solution او salt solution مش هتفرق معايا، وبالتالي انا حطيتها في محلول مركز، فاتجاه الميه بقى هيكون العكس من السل للsalt solution، يعني من جوه لبره، من جوه السل لبره السوليوشن، فالويت بتاع السل هيقل. فانا بختار choice C which is the reason for swelling the plant cell when watering. بيتتنفخ لي بالمنظر ده كده swelling بعد ما ما نرويها بالمية علشان الوتر دخلت، يبقى entry of water. تمام طيب الوتر بتدخل بالأسموزز ولا بالديفيوجن؟ لا طبعا قايلين بالأسموزز، يبقى كده الاختيار الأول. طيب هنا بيقول which of the following cells acquired a physiological support، بتكتسب physiological support on watering، بيدخل لها مية watering لما نرويها. هنختار بقى اكيد living cells خلايا حية، وطبعا مش هيكون قدامنا غير البارينكيما living cells يعني physiological support، هي الوحيدة اللي physiological support لان هي الوحيدة اللي living cells. الستون cells لا دي سكالارينكما، واصلا السكالارينكما نون ليفينج تيشو او نون ليفينج سيلز خليه غير حيه، ما فيهاش بروتوبلازم ولا نيوكليوس ولا 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 فاكيول ولا اي حاجه. طيب الكورك سيلز لا الكورك سيلز برضو نون ليفينج تيشو، ودي ستراكشرال سبورت اللي بيترسب فيها السيوبرين خليه غير حيه برضو زي السكالارينكما. طيب التراكيد انا كاتبه لك في المذكره، التراكيد والزايلم فيزلز دي برضو structural support لانها مترسب فيها لجنين. فعندك stone cells دي اللي مفروض فيها سليولوز ولجنين ترسيبات زيادة، ونون ليفينج سيلز التراكيد فيها لجنين ودي نون ليفينج سيلز، الكورك فيها سيوبرين برضو نون ليفينج سيلز، يبقى الوحيدة اللي هتكتسب physiological support هي البارينكيما. Which of the following explains the tension of plant cell wall؟ يعني tension يعني السيل وول يكون مشدود بالشكل ده امتى؟ لما طبعا يدخله ميه acquiring يكتسب physiological support. مفيش حاجه اسمها acquiring structural support، structural support دي حاجه ثابته يعني سيلولوز والجلين بيبقوا مترسبين على طول، ما ينفعش اقول انها بتكتسب، هم موجودين على طول مش بيقلوا ولا بيزيدوا. طبعا losing غلط، losing برضو غلط، يعني بنحس كده ان اسئلة المعاصر بعد الشيت اللي حليناه او الفيديو اللي حليناه في الاول بقى سهل كده وبسيطة ما فيهاش حاجة. طيب نوع هنا من الالجي transferred from fresh water environment to marine water. marine water يعني هنروح بقى في water high salt concentration. طب احنا متفقين ان المية اتجاهها بيكون تركيز الاملاح الكتير، يبقى كده الميه هتتحرك من جسم الالجي وتروح لتخرج بره في السويل او الوسط المحيط، يبقى يحصل له انكماش، يبقى كده البلازما ميمبرين موف انورد هينكمش، يبقى بالمنظر ده. العكس بقى موف انورد يعني يدخل لجوه ويحصل انكماش للسل بتاعه الالجي او الطحل. If you know that trigger pressure trigger pressure أو fullness
pressure ضغط الامتلاء in the plant ده pressure that pushes بيزق البلازما membrane towards the cell wall بمعنى ده كده ان ده pressure اللي بيخلي البلازما membrane ده تمام كده يزق السيل وول ده تمام للخارج بسبب ان المياه دخلت بالاسموزس under the effect of osmosis فبيقول لك جاوب which of the following is considered the main factor العامل الاساسي in occurrence of turgor pressure مين البطل بتاعنا اكيد طبعا الساب فاكيول احنا قلنا ده المين رول القصه بتبتدي من عند الساب فاكيول لما اهي الساب فاكيول حجمها يزيد ما هي اللي بتزق البروتوبلازم بتزق البروتوبلازم ده تزق مين تزق البلازما ميمبرين اللي بيسالك عليه فبلازما ميمبرين يزق السيل وول يزقه لبره يبقى الموضوع الاول بيبدا من عند الساب فاكيول الفجوه اللي بتزق اللي تضغط على البروتوبلازم بعدين البروتوبلازم يضغط على البلازما ميمبرين البلازما ميمبرين تضغط على السيل وول اخر حاجه فالسطح يبان مشدود بالشكل ده فبنبدا طبعا من عند الساب فاكيول طيب نمبر 2 which chart in the following table expresses concentration of sap vacuole عايزين نعرف الساب فاكيول دي وتركيزها ساب فاكيول في الروت سيل وعايز يعرف حاجه ثانيه direction of water movement under the effect of osmosis علشان نحافظ على الترجر بريشر عشان توصل للمنظر ده كده ترجر بريشر فاحنا محتاجين يكون السولت كونسنتريشن في الساب فاكيول هاي ودايركشن اوف موفمنت يكون في اتجاه السيل يكون لداخل السيل علشان تتملى ميه وتضغط على السيل وول يعني الاول طبعا بنبدا الساب فاكيول تضغط على البروتوبلازم سيل بلازما ميمبرين سيل وول والسيل وول ايه يتحرك لبره فتبان انها ايه نشوف كده انها تيرجد او السطح مشدود بالشكل ده خلاص يبقى لازم اتجاه الميه يكون لداخل السيل which of the following processes affects directly the physiological support عايزاكم يا شاطرين تكونوا مذاكرين المذكرة كويس في الاخر بتشوفوا كده rules key points تذاكرها كويس ايه الحاجات اللي بتأثر على physiological support absorption photosynthesis process و transpiration process خلاص طيب تعرفوا هو كاتب ايه transpiration only لا ما ينفعش photosynthesis process only لا ما ينفعش احنا عايزين الثلاثه لو الثلاثه ماشي طيب absorption and transpiration process اوكي ماشي تمام active transport لا active transport ملهاش علاقه يبقى الثلاث حاجات دولت هم بيأثروا على الفيسيولوجيكال سبورت ما اخترتش transpiration لوحدها ولا ينفع اختار photosynthesis process لوحدها لانه كاتب لي هنا only ما ينفعش كنت اختاره وطبعا active transport wrong طيب نركز مع بعض فكرة السؤال ده عندنا 3 type of cells 3 أنواع من الخلايا خلاص كده الأميبا بيقولك إن الأميبا دي من البروتوزوا ما علينا هيقولك فيها معلومة مهمة بتعيش في الفريش ووتر المية العذبة كان get rid of تقدر تتخلص من الإكسس ووتر المية الزيادة اللي بتدخل by contractile sap vacuole يعني sap vacuole لما بتتملى مية يعني مش بيحصلها سويرنج بقى المية لما بتبقى زيادة هي بتتخلص منها تركية مهمة يعني معنى كده لما نحطها في سوليوشن او نحطها مثلا في ديستلت ووتر مية مقطرة ما فيهاش ملح خالص طبعا هيدخل لها مية كتير المية كتير اللي هتدخل منها هتتخلص منها بالساب فاكيول دي نوع معين من الساب فاكيول خلاص اسمها كونتراكتل منقبض يعني تنقبض فتتخلص من المية الزيادة يعني مش هتتأثر لو حطناها في سوليوشن في محلول قليل او ديستلت ووتر يعني الميه يعني مش هتكتسب او مش هيدخل لها ميه ما عندهاش حته الفيزيولوجيكال سبورت اللي عند البلانت سيل دي ولا حاجه هتدخل لها ميه زياده هتتخلص منها فما فيش تاثير احنا كده حليت السؤال تمام كده طيب بيقول لك بقى هنا ايه اللي هيحصل لما نحطهم في تيست تيوب فيها ديستلت ووتر ميه مقطره ما فيهاش سولتس ولا املاح خالص يبقى اكيد ما فيهاش املاح خالص الميه بتحب الاملاح فالميه بقى هتتحرك من الميه دي اللي ما فيهاش املاح خالص تدخل الخلايا تمام كده بالنسبه للاميبا مش هتتاثر عشان عندها الساب فاكيول النوع ده من الساب فاكيول المنقبضه اللي هتتخلص من الاكسس ووتر طيب اما بقى البلانت سيل دي المفروض انها هيحصل لها سويلنج تمام هتنتفخ تمام كده بس هي عندها سيل وول اللي بيحميها من الانفجار يعني هيجي علامه كده معين مش هتاخد تاني تمام كده اما الريد بلاد سيل
ما عندهاش السيل وول بس عندها بلازما ميمبرين اللي هيكون رقيق جدا، هتفضل تشرب ميه تشرب ميه لغايه ما يحصل لها براست انفجار، هتنفجر. مهمه قوي ناخد بالنا من التركيه دي، قلناها في الشرح وبنعيدها تاني في الاسئله. In a laboratory experiment, تجربة في المعمل, 3 carat pieces of equal dimensions were used. استخدمنا 3 قطع من الكاروتس أو الجزر متساويين قد بعض في الأبعاد. Where the first was put in boiled water, الأولانية حطناها في مية مغلية. الثانية in distilled water, مية مقطرة يعني مفيش أملاح خالص. الثالثة sugary solution, يعني مية فيها تركيز عالي من السكر. سواء كان سكر أو أملاح دايما المية هتتحرك للتركيز العالي من الصوت الأملاح أو الشجر. بيسألني مين فيهم اللي lost physiological support أو اللي هتفقد الدعامة الفسيولوجية، أنا هقول طبعا الثيرد أونلي، لكن التانية هتدخل لها مية، مية بتتحرك للتركيز العالي من الأملاح أو الشجر، التانية هتدخل لها مية. أما الأولى boiled water، هنا احنا قتلنا البروتوبلازم والخلايا النباتية والغشاء البلازمي، فقد الخاصية الأسموزية بتاعته لكنها هتتشرب شوية مية صغيرين. And which of the following concentrations، اختار تركيز من هنا، of solution that cell was put in become، اللي الخلايا اتحطت فيه علشان تكون في الشكل اللي قدامك as shown in the figure in front of you. التركيز اختار تركيز من هنا اتحطت فيه الخلية وأصبحت بالشكل ده. الشكل اللي قدامنا الخلية هي حصل لها shrink أو انكماش، زي ما انت شايف ان الغشاء البلازمي أو بلازما ميمبرين اتحرك inward للداخل. حصل انكماش بمعنى ان المية اتحركت لبره، خرجت لبره. المية دايما بتروح للhigher concentration، تركيز عالي. ده دليل انك حطيتها في محلول فيه تركيز أملاح أعلى من التركيز بتاعها، فأنا هختار هنا اختيار يكون فيه تركيز من الأملاح أعلى من التركيز اللي جواها، مفيش غير 3% والتركيز اللي جواها 0.8%. physiological support، الدعامة الفسيولوجية في الشكل اللي قدامنا بتتأثر بحاجتين respectively بالترتيب، شكل الخلية النباتية اللي قدامنا ده plant cell أو الخلية النباتية، الحاجتين اللي بيأثروا على الدعامة الفسيولوجية. انت هتختار sap vacuole وهتختار cell wall، بس مين الأول؟ بيقول respectively بالترتيب. طبعا هتختار الأول sap vacuole لأن هي اللي بتتملى مية، بعدين بتعمل ضغط على البروتوبلازم، البروتوبلازم بيعمل pressure ضغط على السيل وول. يعني بالترتيب هنقول 3 sap vacuole، بعدين 1 السيل وول أو جدار الخلية، يعني السيل فاكيول الأول هي اللي بتسبب التيرجر pressure، الضغط الداخلي جوه الخلية النباتية. يعني بالترتيب لو قالك بالترتيب بتختار الساب فاكيول الأول بعدين السيل وول. طيب نركز، بيقول which of the following accompanies the acquiring of plant cell physiological support. لما السيل يدخل لها مية بقى السايز بتاع الساب فاكيول decrease، لا increase. ركز بقى في اللي جاية، amount، كمية السوليوشن، كمية السوليوشن هو لما دخل مية في الساب فاكيول في السيل يبقى الاماونت، الكمية increase مش decrease. concentration of solution في الساب فاكيول decrease. صح، ليه؟ يعني لما دخل مية ال concentration التركيز، كمية الأملاح هتقل، لأن لو هنفترض في الأول خالص كان عندنا مثلا salt concentration في الساب فاكيول مثلا في الأول خالص كان 4%، يعني نسبة الأملاح 4% والووتر هيكون مثلا 96. طب لما دخل المية اكتر كمية المية هتزيد، تبقى مثلا ايه 92، والسولت تبقى مثلا هتبقى مثلا ايه 2%، يبقى الكونسنتريشن بتاع السولت ديكريز هيقل، فطبعا سي هي اللي صح. طيب اكسبيرمنت، تجربة عملناها على سلايدز من البوتيتوس، نفس السايز نفس الحجم، حطناها في 6 sugar concentration. يعني مثلا solution ده مثلا x هيكون الشوجر مثلا في 6، y مثلا في 7 وهكذا. خلاص،
and they lived for 2 hours, سبناهم ساعتين. ال result were represented as shown، يعني ده كده قبل ما نحطهم، دي مثلا ال size بتاع قطعة البطاطس قبل ما نحطها في solution، ده بعد ما حطيناها في solution شكلها هيبقى كده. طيب بعدين بقى هنا بيسألك شوية أسئلة. Which of the following solution is least concentration solution؟ يعني ال solution اللي أقل تركيز خالص من الأملاح، يعني في أملاح أو أقل تركيز من السكروز، يعني في سكروز حبة صغيرين يعني مية أكتر. حلو كده. ال solution اللي هيكون فيه مية أكتر، تمام، وبالتالي هنا قطعة البطاطس هيدخل لها مية، بنعرفين المية بتحب الأملاح، فالمية هتنجذب لقطعة البطاطس، تمام، وتدخل جوه قطعة البطاطس وهي هتنفش وحجمها هيزيد. هنختار ايه؟ هنختار زي. يبقى زي ده كان السليوشن الأقل concentration سكروز، يعني أعلى مية، يعني فيه مية كتير، وبالتالي المية هتنجذب لقطعة البطاطس. شايفين قطعة البطاطس كلهم أحجام واحدة، ده قطعة البطاطس كلها حجم واحد، وبالتالي تركيز الشوجر concentration في كل قطعة البطاطس واحد. بس المختلف عندي مين؟ مختلف عندي تركيز الكونسنتريشن الشوجر المحاليل اللي أنا حطيته فيها، ده كان أقل، تمام كده، أقل تركيز من السكروز، وبالتالي دخلت المية كلها لقطعة البطاطس فحجمها زاد بالشكل ده، فبنختار زي. طيب which of the following solution has concentration similar concentration of sap vacuole؟ يعني مين المحلول الشوجر سوليوشن او السكروز نفس تركيز السكروز؟ ما دام نفس تركيز السكروز في قطعه البطاطس يبقى حجم قطعه البطاطس هيبقى زي ما هو، لا هيدخل لها ولا هيخرج لها ميه، وبالتالي انا هختار هنا واي. واي يعني ده حجم السايز بتاع البوتيتو بيفور وده افتر، ما دخلهاش ولا خرج منها، ده معناه انها اتحطت في نفس السكروز كونسنتريشن قد السكروز كونسنتريشن بتاعها اللي جواها، فبنختار ايه؟ واي. طيب هنا بقى بيعكس مين السوليوشن اللي هايست كونسنتريتد، اعلى تركيز من السكروز، يبقى اعلى تركيز من السكروز يبقى كده كده الميه هتخرج من البوتيتو تروح للسوليوشن اللي فيه تركيز سكروز عالي، ف هتخرج ميه، فبالتالي قطعه البطاطس هتكون ايه؟ حجمها قليل، فهنختار اقل حجم، ده اقل حجم لقطعه البطاطس، تمام كده. اوكي، يبقى كل دول قطع البطاطس بعد ما حطيناهم في السوليوشن، ده اقل حجم، معناها ان البوتيتو دي اتحطت في ايه؟ في اعلى تركيز للسكر للسكروز، يبقى اكس ده اعلى تركيز للسكروز، وبالتالي ميه قليله فخرجت الميه من البوتيتو للسوليوشن ده، وبالتالي السايز بتاعها اقل، فبنختار اكس. طيب هنعمل هنا which of the following represents بيمثل ascending arrangement، يعني ترتيب من الأصغر للأكبر في concentration بتاع ال solution. طيب أصغر solution احنا جاوبنا أصغر أقل تركيز لل solution هو قلنا زي، تمام كده، اللي فيه ايه؟ قطعة البطاطس حجمها زاد. طب تعالى شوية نتحرك، يبقى أنا ايه؟ هنقي كده قطعة البطاطس الأقل بسنة صغيرة، يبقى W2، هنزل حبة كمان، هنزل حاجة أقلل الحجم، يبقى أنا كان أعلى حجم عندي Z اللي هو كان أقل تركيز من السكروز، بعدين هنزل سنة صغيرة يبقى ده أقل منه، أقل حجم بسنة صغيرة يبقى ده أقل تركيز، أقل حجم بسنة صغيرة يبقى ده أقل، خلاص، أقل سنة هنزل كمان يبقى كده 4، شايفين الترتيب، هنزل سنة كمان يبقى 5، بعد كده 6، يبقى تدريجيا كده أنا ابتديت منين؟ ابتديت من Z، تمام كده، بعدين W، Z بعدين W وبعدين ال YEX الاختيار دوت، يبقى ده ascending order، تركيزات من الأصغر للأكبر لتركيزات المحاليل. التركيز الأصغر خالص يعني معناها كده دخلت ميه من السوليوشن ده لقطعه البطاطس في حجمها زاد، فالتركيز الاصغر يعني قطعه البطاطس الاكبر في السايز. طيب الشكل ده بيمثل concentration of cell sap in number of plant cells in leaves،
which of the following cells is the most physiological supported cell؟ مين في دول most أكتر واحدة عندها physiological support؟ أكتر واحدة عندها physiological support يعني أكتر واحدة عندها مية. يعني مثلا cell L هيكون عندها تركيز 99% water، هنا 94 صح، هنا 96، هنا 98، مين أكترهم مية؟ أكترهم مية ال، يبقى دي أكترهم physiological support، هختار ال. طيب حطينا الفور سيلز الأربع خلايا دي في تركيز 10%، 10% ده أعلى منهم كلهم، وبالتالي المية هتتسحب من السيلز دي هتروح بره في السليوشن اللي المفروض ال A concentration بتاعه عالي. هفترض مثلا أنا سبتهم 10 minutes، أوكي مثلا سبتهم 5 minutes، 5 دقايق، حلو كده؟ طيب الأربع خلايا دول هيفقدوا 90% من الوتر، هيفقدوا 90% من المية مثلا. فهقول مثلا سيل لما تفقد 90% من المية هيتبقى لها، وهي أصلا فيها 1% من السولت، هتفقد يعني عندها 99 مية، فقط ال 90 هيتبقى هنا مثلا 8% من الوتر، فاضل لها 8 بس من المية، تركيز المية بس 8، فاضل لها دول حبة المية، تمام كده؟ طيب واي فقدت مثلا في ال 5 minutes دول 90% من الوتر، يعني عندها قد ايه؟ عندها 94، فقدت في 10 minutes ايه 90 مثلا، انا بقول مثلا 10% اتبقى لها 4 بس، يبقى هنا في 4 ووتر، هنا في 8، مين فيهم اللي فقدت الفيسيولوجيكال سبورت اكتر؟ واي، لان اتبقى لها 4 بس ال لسه فيها حبه ميه، يبقى اللي فقدت فيسيولوجيكال سبورت اكتر اللي كان فيها سولت كونسنتريشن او اللي تركيز الشوجر فيها اكتر، فهي بتكون مين؟ واي. لانسل put in a concentrated sugary solution، حطناه في محلول مركز ايا كان بقى سولت او شوجر. Which of the following represents the cell state، حال حالتها after passing half an hour، نص ساعة. اكيد بدل ما هي محطوطة في محلول مركز، يعني مركز يعني تركيز عالي من السولت او الشوجر، يبقى المية اتجاه الشوجر او السولت على طول هتتحرك، يعني هتخرج من السيل تدريجيا outward لبره السليوشن، فيحصل فيها shrinking. هنبدأ بقى أي حالة، يبقى أكيد هبدأ بالسل، المفروض دي السل في البداية خالص، دي شكلها shrink منكمشة خلاص، ودي كمان منكمشة ما ينفعش أبدأ بيها ولا دي، يبقى هبدأ بدي شوية شوية، خلاص حصل فيها تدريجيا ابتدى يحصل بقى المية تخرج منها، والبلازما ميمبرين والسل وول moves inward للداخل. بعدين بقى بعد نص ساعة خلاص المية كلها خرجت وحصل وصلت للحالة دي، اخر حاجه بقى حصل لها shrinking انكماش وخرجت الميه كلها منها. Which of the following is correct about tissues that participate in structural support in plant؟ عايز structural support بس، يعني عايزين الترسبات دي، عايزين سيليولوز ولجنين سيوبرين كيوتن. تعالى نبدا كده choice دي، بيقولك الزايلم، زايلم يمشي، الزايلم فيزلز انا قايله لك زايلم وتراكيد بيكونوا متغلظين او في deposition of lignin inward من الداخل. سكلارينكما، سكلارينكما structural support طبعا كسليولوز ولجنين. بارينكيما صح، كاتب لك هنا wrong يعني خطا، اوكي تشو بارينكيما طبعا physiological support بس، ما فيش اي اكسترا ديبوزيشن، فيش ترسبات زياده غير السليولوز الاساسي بتاع السيل وول، يبقى كده هي فيسيولوجيكال مش ستراكشرال. طيب كولينكما، في زياده من السليولوز في الكورنر، والكولينكما ستراكشرال وفيسيولوجيكال الاثنين مع بعض، فتمشي معانا في الاستراكشر سبورت في السؤال ده، فنختار هنا تشويس دي. What is the main reason for non-transmission of water into sclerenchyma cell by osmosis phenomenon؟ ركز بقى علشان هنا هتلاقي حاجات بتتقال كده من ايه سنين اللي فاتت، فبعدين بعمل لك كده خط احمر على الاسئله اللي فيها افكار من السنين اللي فاتت عشان تراجعها. بيقول لك هنا presence of كيوتن، كيوتن اصلا مش موجود في سكلارينكما، هي سليولوز ولجنين بس. طب presence of سليولوز، يا جماعه السليولوز اصلا permeable للووتر، بيعدي المية عادي، وعندنا هي الكولينكما في ترسبات من السليولوز وبتعدلها المية عادي، تمام، والسيل وول اساسي بيتكون من سليولوز وهو بيرميبل للووتر. طيب absence of cytoplasm، ايوه هو نسيج ميت،
ما فيش جوه سيتوبلازم زي ما انت شايف كده. اصل السليولوز واللجن الفضل بيترسب لغايه ما دخل جوه خلاص وغطى على البروتوبلازم، ما فيش بقى لا سيتوبلازم ولا فاكر ولا حاجه خالص، وبالتالي نسيج ميت. طيب بيقول لك presence of lignin، ما هو اللجنين impermeable مش بيعدي الميه، بس انا هفترض معاك شلنا اللجنين، طيب ينفع بقى يدخل ميه؟ الميه هتدخل فين وما فيش بروتوبلازم اصلا؟ فالسبب الاساسي ان ما ينفعش يدخل لها ميه ان هي ما عندهاش بروتوبلازم، لا عندها فاكيول ولا سيتوبلازم ولا بلازما ميمبرين ولا حاجه خالص. A cation substance is deposited on epidermis of root system. يا نهار ابيض، كيتن اترسب هنا. طيب تتوقع ايه بقى؟ الكيوتن دي مادة impermeable غير منفذة، برضو علم معايا هنا سؤال مهم. الكيوتن مادة impermeable غير منفذة، هتمنع المية انها تدخل لجوه كده البلانت، تمام كده؟ وبالتالي هنا ايه اللي هيحصل؟ تعالى نقرأ مع بعض. cells acquired structural support، عشان حطينا كيوتن تبقى acquired structural support. كلمة acquired دي ما تنفعش، لأن structural support دي حاجة permanent دائمة، فما ينفعش استخدم acquired تكتسب في structural support، لا خلاص فكده يعني لا، انا هستبعد الاختيار ده خالص، ما ينفعش. ممكن اقول acquired physiological support لكن ما اقولش acquired structural support، دي خالص الجملة دي wrong، ما تنفعش لانها permanent دائمة فما تمشيش معاها. cells acquired physiological support ازاي؟ ده الكيوتن هيمنع الوتر من انها تدخل لها اصلا. طيب plant will not absorb water، صح، لان الكيوتن منطقي جدا هيمنع المية انها تدخل جوه، وبالتالي cells will lose physiological support، طبعا الاختيار الثالث هو الصح. A substance that covers epidermis of stem and leaves of bean plant. نركز كده مع بعض. اللي بيغطي الإبيدرمس، ناس بقى اللي ما عدتش على تانية تركز معايا كده، ده زي ما انت شايف كده TS في البلانت ليف، تعال كده على اول لاير اي طبقة الإبيدرمس بيغطيها كيوتن، وطبعا ده عشان prevent loss of water by transpiration، المية ما تتبخرش كده من البلانت البرة، تمام. تعال كده برضو ده TS قطع في الستم، ادي الإبيدرمس وادي الكيوتن بيغطيها، نفس الكلام عشان يمنع المية انها تتبخر لبرة. بالنسبة للهربيشيس ستمز نباتات العشبية، طيب يكون عندها كيوتن، اما الودي ستم لا ملناش دعوة ما نتكلمش عليها، تمام. يبقى كده اهو عندك في البلانت ليف والستم الابيدرمس بيغطيها كيوتن. تعالى بقى على الروت، اوعى تقول كده، ما ينفعش اقول ان الروت يغطيها كيوتن، لسه قايلين ما ينفعش، لو ترسب هنا كيوتن يبقى الميه مش هتدخل جوه، تمام. لا البلانت سيل، يبقى الكيوتن بيغطي الليف وبيغطي الستم بتاع البين بلانت، نبات الفول. نبات الفول طبعا من الهربيشس نباتات العشبيه، يعني هو مش شجره، تمام. Which of the following substances acts on increasing the rigidity of plant cell wall؟ plant cell أساسا بيتكون من سليلوز، طب عشان نزود rigidity يعني يبقى صلب أكتر، ممكن نرسب لجنين، يبقى سليلوز ولجنين، قشطة جميل قوي. طيب كيوتن ممكن نحط كيوتن على طبقة الإبيدرمس، سيوبرين في الكورك لاير، بس أنا بيقولي كيوتن أونلي، ما ينفعش ياخدها سيوبرين أونلي، ما ينفعش ياخدها سليلوز ولجنين، وما قالش أونلي، فأنا طبعا هو ده الأدق. Which of the following polymer is present في الفاسكولار تيشو؟ السؤال ده كان في المذكرة، نعيده تاني مش مشكلة. Of plant and provides more structural support. البوليمر اللي موجود في الفاسكولار تيشو، فاسكولار يبقى زايلم وفلويم. طيب الزايلم تيشو بيتكون من ايه؟ من زايلم فيزلز وتراكيدز. طيب فاسكولار تفتكر على طول الزايلم، معنا في السبورت لما يجي لك الفاسكولار تفتكر الزايلم والتراكيتس متغلظين من جوه بايه؟ باللجنين، تمام. طيب الكيوتن ده على الابيدرمس، الابيدرمس مش فاسكولار تيشو، سيليولوز ده على السيل وول، سيوبرين ده في الكورك، يبقى اخترنا هنا اللجنين. Which of the following alternatives doesn't agree with the rest of them according to the occurrence of structural support؟ حاجة كده عايزين نطلعها حاجة شاذة مش من ضمن الـ structural support. سيبرين معانا، اللجنين، السليلوز، الكيتن دي مادة غريبة انت اصلا ما تعرفهاش فطبعا هتختارها. طيب من باب العلم بالشيء، طبعا المادة دي هي المادة كده بتترسب على جسم القشريات والحشرات من الخارج، فهي دي اللي بنختارها. Which of the following cases results in the occurrence of both physiological and structural support together؟ يعني عايزين حاجة ليها بتلعب دورين، ليها double role،
زي ما انا كاتبه لك هنا في المذكره، بتلاقي في الاخر فيه تفريغ للليسون كله بالمنظر ده. تمام، بكتب لك فيه المين بوينتس كده كأن دي مذاكرتك يعني. قايلين ان الكياتين تمام كده اهو ليه دبل رول، لان هو ديبوزيت على الابيدرمس بتاع السل، يبقى كده ستراكشرال سبورت، من ضمن الاستراكشرال سبورت معانا. وكمان بيمنع او بريفنت لوس اوف ووتر باي ترانسبريشن، بيحمي الميه بلانت من ان الميه تتبخر منه بالترانسبريشن، فبيحافظ على الفيسيولوجيكال سبورت. فعلى طول لقيت الكيوتن هختارها. يبقى هو بيسالني عن الكيس، الحاله اللي فيها فيسيولوجيكال وستراكشرال مع بعض، انت بتختار على طول الكيوتن. يبقى ديبوزيشن اوف كيوتن اون ايبيدرمس. طب يقول لك لجنين، اللجنين ستراكشرال بس، حطينا درايد بين ده هيدخل لها ووتر وكده، هنا الحاله دي فيسيولوجيكال سبورت بس، برضو الريجيشن المانت فيسيولوجيكال سبورت بس. لازم تكون حافظ كويس وفاهم من الكيتن ايه ليه دبل رولز، فيسيولوجيكال وستراكشرال في نفس الوقت. Which choice in the following table expresses support to which corresponding tissues contributes؟ بمعنى هبص كده على الاختيارات، structural support 1 و 2. 1 ماشي structural support عشان عليه كيتن، 2 structural support دي الكولينكما، ده الكولينكما تيشو تمام كده، وده كده سيليولوز، ده شكل الكولينكما وده سيليولوز، اوكي الاثنين structural support. طب physiological support 3 و 4 دي physiological support، 4 دي السكالارينكما وهي بيكون الشكل السداسي من جوه، بص الخلية مفيش بروتوبلازم لان الترسيبات داخلة على جوه، ده السكالارينكما تيشو، بالتالي ده مش physiological support في الاختيار ده لأ. طيب 1 و 3 structural، 1 اوكي ماشي، 3 دي بارينكيما ستراكشرال ازاي، مش هختار 1 و 2 and 3 ستراكشرال، 1 ستراكشرال عشان كيوتن من فوق دي الابيدرمس، 2 ستراكشرال عشان مرسبين سيليولوز ماشي، لكن 3 ستراكشرال لا دي البارينكيما مش ستراكشرال خالص. طيب 1 و 2 and 4 ستراكشرال سبورت، 1 عليها كيوتن الابيدرمس، 2 سيليولوز ابيدرمس دي سيليولوز ستراكشرال سبورت، 4 السكالارينكما في لجنين مترسب ستراكشرال سبورت. تمام طيب امسح بس الجزء ده. طيب بيقول لك هنا 1 و 2 اند 3 فيسيولوجيكال، 1 في هنا كيوتن مترسب واحنا قلنا ماشي الكيوتن يمشي فيسيولوجيكال برضو، 2 هنا في سيليولوز في الانترستيلر سبيسز دي كولينكما، والكولينكما دي تيشو ممكن يكتسب فيسيولوجيكال سبورت لانه ليفنج تيشو، والسيليولوز يعادي الميه جوه السيل. خلي بالك لما قلنا التيشوز، التيشو قلنا كولينكما تمشي الاثنين، كولينكما تمشي الاثنين ستراكشرال وفيسيولوجيكال، الابيدرمس اوكي، اما الكيوتين كماده كيوتين يمشي الاثنين، لكن تيشو يمشي بالنسبة للتيشو الكلين كما يمشي اتنين structural و physiological، وبالتالي هناخد choice الأخير. طيب اللي قدامنا دي المفروض داتا بتوضح عندنا 4 types of plants x y z and l، بيقول انهم identical in size، اربع نباتات قد بعض في السايز، و irrigated دينا لهم مية with equal amount بنفس كمية المية، يبقى هما نفس identicals في الشكل والمقاس وكل حاجة، وادينا لهم نفس كمية المية. مين فيهم بقى وعندهم نفس ال environmental conditions، نفس الظروف البيئية المحيطة، يعني نفس ال temperature بقى وكل حاجة، مين فيهم more resistant against drought؟ أكتر حاجة واحد فيهم أو أكتر حد فيهم هيقاوم الجفاف. اهم حاجه في الموضوع ده ان البلانت ده ما يكونش عنده استوماتا كتير، كل ما قل عدد الاستوماتا يبقى هيقل تبخر الميه، هيقل الترانسبريشن، ويحتفظ بايه بالميه اكتر كميه ممكنه، فيبقى هو كده اجينست دراوت. تعالوا بقى نركز كده في الاستوماتا. طب الاستوماتا دي اعرفها ازاي؟ بتعرفها عدد الليفز الاوراق وعدد الاستوماتا في كل ورقه، هتضرب عدد الاستوماتا في كل ورقه في عدد الليفز يطلع لك عدد الاستوماتا في البلانت كله. فمثلا عندنا في بلانت اكس 1500 ضربت عملت تايمز الاثنين عدد الليفز الاوراق وعدد الاستوماتا في كل ورقه، نفس الكلام واي هيكون 1500، زي هيكون 1600، وال نفس الكلام. طيب يبقى انا اقل عدد من الاستوماتا هيكون اكس وواي. تعالى بقى هنا نفاضل بين الاثنين،
بيقولك thickness of curtain layer، لما يزيد ال thickness بتاع ال curtain layer أكيد هتكون مقاومة أكتر لل drought، لأن ال curtain prevent إيه loss of water by transpiration، بيمنع تبخر المية. عندك y أكتر 1 مليمتر، لكن هنا 0.3، يبقى هنا أعلى thickness لل curtain، يبقى ده أكتر مقاومة لل drought. بالنسبة لل root of hairs طبعا هي نفسها، root of hairs برضو أكبر عدد من root of hairs، احنا استبعدنا خلاص x، وبالتالي هنا هأبسورب ايه أكبر كمية من الوتر، فطبعا هنختار y. يبقى y عنده أقل number of stomata، مش هيبقى فيه تبخر للمية بشكل كبير، thickness of curtain 1 mm، وبرضو number of root hairs كبير، فكده هأبسورب ايه largest amount of water. طيب التيشوز اللي قدامنا بارينكيما كولينكيما سكلارينكيما، which of the previous tissues expected to be present in mango fibers؟ تعال كده افكرك، اي بارينكيما كولينكيما سكلارينكيما، سكلارينكيما في عندنا الفايبرز والستون سيل، علشان كده لما بيقول لي مانجو فايبرز انا هختار سكلارينكيما، او احدد المانجو فايبرز يبقى نختار سكلارينكيما. طيب which of the previous tissues present in leaves of lettuce plant، نبات الخس، تمام كده، and provide them with physiological support، وبيديله شكل الفيسيولوجيكال سبورت اللي موجود في الورقة، ودي أنا وريته لكم، دايما في عروق البلانت بيكون فيه نوعين من التشو، ورقة النبات نفسها بيكون فيها البارينكيما، والعروق بتاعت الورقة دي بتكون الكولينكما تشو، فبقول 1 و 2. تعالوا نشوف الليتس بلانت ده. طيب جميل جدا، ده الليتس بلانت، ورقة النبات ده، قلنا بارينكيما في الورق، وفي العروق دي بيكون فيها الكولينكما، فعندنا 1 و 2. Which of the previous tissues not characterized by the occurrence of what called by wall pressure؟ wall pressure الضغط، انا شفت اصلا الكلمه دي فين؟ شفتها في الفيسيولوجيكال سبورت، لما بتدخل الفاكيو بتتملى ميه، بتضغط على البروتوبلازم، فالبروتوبلازم يعمل بريشر، ضغط على السيل وول، يبقى دي انا شفتها في الفيسيولوجيكال سبورت. من الاخر عايز يقول لك كل تشو ما عندوش الفيسيولوجيكال سبورت، يبقى اكيد انا هختار ديد تشو، نسيج ميت. 1 طبعا عنده، 2 عنده فيسيولوجيكال سبورت، اما السكلارينج ده نسيج ميت ما عندوش بروتوبلازم ولا فاكيول، فهنقول 3 بس. Which of the previous which of the following substances whose presence in the plant cell wall supplies them with hardness and a degree of elasticity doesn't prevent water permeation؟ الكلمة دي يعني معناها permeable للwater، يعني ايه permeable؟ يعني ايه يعني منفذ للماء. الصفات دي بتنطبق على السليلوز، السليلوز بيزود ترسيب زيادة بيزود الهاردنس، يزود الصلابة لزيادة من السليلوز، نفس الوقت في حدة الالاستاسيتي، بمعنى شايفين كده السيل دي لما دخلها مية، تمام، السيل وول اتحرك لبر، طب لما خرج منها المية رجع تاني لجوه، هي دي حدة الالاستاسيتي. وفي نفس الوقت احنا واخدين ولسه قايلين ان السليلوز ده بيرميبل بيعدي المية، مش هختار اي حاجة من دول. الحاجات دي بتزود الهاردنس، وكمان لكن مفيهاش حدة الالاستاسيتي، تمام، وفي نفس الوقت هي impermeable غير منفذة للمية، مش هينفع اختارها. طيب which of the following acts on maintaining internal tissues of wooden tree؟ لما يجيب لك wooden tree يقصد الشجر ده، المنظر ده، مين اللي بيحمل internal tissues؟ طبقة الكورك اهي اللي على الستيم الكبير ده كده، على الترانك الجذع بتاعها، والكورك ده سيوبرين، فخلينا هنا او هنا. طيب عندنا الاوراق الليفز، يبقى اوكي الليفز بيغطيها كيوتن، يبقى برضو عنا الكيوتن بيحمي الانترنال تيشوز، يبقى عندنا بالنسبة للشجرة دي الودن تري الكورك اللي مترص فيه سيوبرين في الستام ده بيحمي الانترنال تيشوز، والكيوتن اللي على البلانت ليفز الاوراق بتاعتها بقى بيحمي الانترنال تيشوز برضو، فاختار ايه سي. طبعا الليجنين مش بيحمي الانترنال تيشوز، ده ترسيب داخلي في الزيلم فيزلز، مش بيحمي الانترنال تيشوز ولا حاجة. طيب يقول لي هنا which of the following contains deposition، ترسيب، خد بالك بقى هنا ناخد بالنا of cellulose، ما تقوليش بارينكيما، طبعا دي بارينكيما لان في مسافات في الانترستيلر سبيسز، البارينكيما معلهاش سيليلوز،
هي زي أي plant cell، ال cell wall أصلا بيتكون من سيليولوز. لكن هل في سيليولوز ديبوزيشن، يعني في ترسيب زياده للسيليولوز؟ لا، ده ممكن بشوفه في سي في الكولينكما، او في ترسيب زياده في السيليولوز في الانترسيليولر سبيسز، وهنا في ترسيب زياده من السيليولوز ومع الليجنين في حاله سكلارينكما، فبختار اي وسي. سؤال 35 هنا حليناه في المذكره، ممكن نرجع للمذكره عشان ما نعدهوش تاني ونضيع الوقت. هنا عايز arrangement ترتيب للخلايا للسلس في البير تريز، شجرة البير الكوميترا، من الليست سبورتنج للموست سبورتنج. تمام، هنبتدي بمين؟ هنبتدي بالبارينكيما. خلاص، فانا هشطب كده، البارينكيما دي اقل سبورت لان هو سيل وول بيتكون من سيليولوز، معلش ملوش اي ترسيب. تمام كده، مفيش ترسيب زياده. نعلى شويه هنلاقي كولينكما. كولينكما ماشي، واحنا لسه برضو بنفاضل ما بين ايه ودي. شوية أنا عندي هنا ستون سيل، ستون سيل دي سكلارينكما قوية جدا، سليلوز زيادة ولجنين زيادة. طبعا هنا يقصد البذرة بتاعت البير أو البذور. طيب ستيم بريسايكل، البريسايكل ده كولينكما، لأن البريسايكل ده اللي هي الألياف هوريها لك دلوقتي، اللي بتبقى في الستيم. لما بنعمل تي اس في الستيم بتشوف كده البريسايكل في البندل، عبارة عن سليلوز بترسب زيادة في خلايا، مش خلايا، فايبرز، الياف. البريسايكل ده او الالياف دي عباره عن ترسيب اكتر من السليلوز. طب اختارها ولا اختار ستون سيل؟ لا نختارها، هي دي اقل سبورت. نطلع شويه، احنا بنعمل اسندنج اوردر. خلاص، الاعلى بقى هي الفروت ستون سيل، خلايا الكمثرى الحجريه اللي بيكون فيها زياده لجنين. يبقى بارينكيما سليلوز عادي، كولينكما سليلوز مترسب بقى، بريسايكل سليلوز مترسب اكتر، اكتر من الالياف دي، اكتر من الكولينكما، وبعدين الستون سيل. طيب بلوم البرقوق، maintain their content of water، يعني البرقوق ده جواه ماء بس بحافظ على الماء اللي جواه. البرقوق هو والابل من بره متغطي بايه؟ بالكيوتن، طبقه الكيوتن اللي بتمنع ووتر ايفابوريشن، وبالتالي بيحافظ على الووتر كونتنت او الفيزيولوجيكال سبورت بتاعته. Which of the following represent the main role of كيوتن and suberin in the plant؟ طيب بالراحه، الكيوتن اللي المفروض انه كفر الابيدرمس بتاع الليفز او الستم، وطبعا السيوبرين اللي هو جوه الكورك لاير، بيكون الكورك لاير اللي في الودي ستم. يا ترى دول وظيفتهم ايه بالظبط؟ سبورت، providing support to vascular tissue. طيب احنا متفقين vascular tissue بيقصد طبعا الزايلم والفلويم، ومعنا تحديدا الزايلم. هل دولت موجودين في الزايلم؟ لا طبعا. طيب maintaining the shape of cell wall، لا، اللي بيحافظ على شكل السيل وول بتاع اللي هو الجدار بتاع السيل هو السليلوز اللي بيكونها. دول ما لهمش علاقه دول مش بيحافظوا على الشكل بتاع السيل وول. السليلوز اللي بيكون السيل وول هو اللي بيحافظ على، بيديها ديفرنت شيب بشكل محدد، ودي معلومه معروفه من زمان. انا عامله لكم خط احمر ان دي معلومات كنا المفروض نكون فاهمينها او عارفينها من تانية ثانوي. acting impermeable barrier to water، حواجز طبيعيه للميه. ايوه، لان الكيوتن والسيوبرين impermeable to water، حواجز مش بتعدي الميه، يعني ما ينفعش الميه تخترق الايبيدرمس بسبب طبقه الكيوتن وتدخل جوه، ما ينفعش الميه تخترق الانترنال تيشوز، الانسجه الداخليه، وتدخل جوه الانترنال تيشوز. مش بس الميه، الكيوتن والسيبرين برضو بيعتبروا حواجز ضد اي حاجه، ما ينفعش اي ميكروب، اي حاجه تخترق الكيوتن وتدخل جوه، او الكورك لاير وتدخل جوه. خلاص، اوكي، فالتشويز الصح هو سي. اللي جاي بقى بيقول لك determining substances transmission from and to the cell. ايوه، اللي بيعمل ده مين؟ شاطرين، اللي بيحدد اللي هيدخل واللي هيخرج من السيل هو البلازما ميمبرين. دول ما لهمش علاقه، احنا قلنا معلومات كتير اهي كان المفروض نكون عارفينها من تانية ثانوي، يا ريت ندونها عندنا في كراسة المذاكره. Which of the following isn't from functions of support in plant؟ حاجة مش من ضمن ال support أو الدعامة، حاجة ما بيعملهاش الكيوتن واللجنين والسليولوز والحاجات اللي قلنا عليها. Providing the plant with hardness، لا دي من ال function مش هناخدها. Maintaining internal tissues، بيحافظ على الأنسجة الداخلية لل plant، زي الكيوتن والكورك لسه قايلين. طيب preventing water loss، زي الكيوتن
بيمنع ال water loss، فقدان المياه بالتبخر بال transpiration. أخيرا transporting ribbon sap. يعني إيه transporting ribbon sap؟ المسؤول برضو دي معلومة من سنة تانية يا جماعة. transporting ribbon sap اللي هو مين المسؤول عن النقل الترانسبورت في البلانت؟ عندنا الفلويم أهو، وعندنا الزيلم. الزيلم مواسير بتنقل المية، لكن الريبن ساب يقصد بيها الاكل اللي عملته الورقه بالفوتوسنتسيس بروسيس، لازم يتنقل لكل اجزاء البلانت. ده الريبن ساب بيتنقل عن طريق ايه؟ بيتنقل عن طريق الفلويم. اوكي، فهنا الفلويم ملوش علاقه بقى خالص بالسبورت خلاص، وكمان دي ملهاش اي علاقه بالسبورت. السبورت ملوش علاقه بان هو ينقل الريبن ساب او وظيفه النقل اساسا، هو دعامه مش اكتر. طيب بيقولك هنا أول سؤال، نتعرف الأول على السيلز. طبعا دي بارينكيما اللي فيها انترسيلولار سبيسز، كلين كما اللي الكورنر بتكون كده متغلظة بالسيليروز. ده طبعا الزايلم عبارة عن مواسير فاضية من جوه، في ترسيب من اللجنين، فيها باتس كده فتحات كده علشان توصل المية بقى كده، وهي مطلعة المية برضو توصل المية للإيه؟ للنيبورينج سيلز، الخلايا المجاورة. خلاص يبقى ده الزايلم. بيقول which of the following structures have a role in physiological and structural support مع بعض. الاثنين انا كاتبه لك اهو في المذكره. في المذكره كده بيكون في الاخر في ورقه كده جرافيك فيها تفريغ السيشن او تفريغ الشابتر كله، في كل الايه المين بوينتس والحاجات المهمه، كاني مفرغه لك الشابتر كله. فهتلاقي هنا عندك الكل لينك بقى كاتبه لك physiological و structural مع بعض، يعني هنختار نمبر 2. طب ليه نمبر 2 بس؟ علشان الكولينجما ليفينج سيل، خلايا حيه بيدخل لها الووتر عادي وفيها تدخل الميه جوه الفاكيول، وفي نفس الوقت ستراكشرال سبورت لان في ترسيب زياده من السليولوز في الكورنر، فبناخد 2. اما 3 دي فيسيولوجيكال بس، 1 ستراكشرال بس. طيب بيسألك بعد كده which of the previous structures has a role in physiological support only. جميل جدا، physiological support بس، يبقى زي ما كتب لك هنا البارينكيما. البارينكيما بس اللي ليها دور في physiological support، لأن ما فيش أي ترسيبات زيادة غير السليولوز الأصلي اللي بيكون السيل وول، وبالتالي بنختار هنا 3 only. طيب عندنا هنا قطعة بطاطس اكس، تمام كده، حطناها في سولتي سوليوشن محلول الملح، وده تركيز السولتي سوليوشن. سيرتن بيريد اوف تايم، حطناها فتره، دي فتره كده معينه خلاص، ودي اكس. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان السولت كونسنتريشن، تركيز المحلول قل، تمام كده، في الفتره دي تركيز المحلول قل، يعني الميه قلت، يبقى الميه دخلت جوه الساب فاكيول. معنى كده يبقى في فرق ما بين تركيز الساب فاكيول، السولت في الساب فاكيول والمحلول، تمام كده. طيب تعالوا نشوف كده، بدلناها بالبيس واي، حلو كده، قعدت فتره، فايه اللي حصل؟ السولت كونسنتريشن قل. معنى كده ايه؟ معنى كده برضو في فرق في الكونسنتريشن في السوليوشن والساب فاكيول، يعني دخلت ميه من المحلول للايه السافيك الافاكو العنصريه، يعني معنى كده في فرق في الكونسنتريشن. طيب بعدين بدلناها بزي، زي دي بقى ايه اللي حصل؟ زي دي بقى واضح ان حطيناها فتره، بس الفتره دي تركيز المحلول ثابت، يعني لا ميه دخلت ولا ميه خرجت، مفيش ميه اتحركت من المحلول لقطعة البطاطس أو السافيك بتاعت قطعة البطاطس ولا العكس. ده معناه إيه؟ معناه إن هنا مفيش فرق، معناه هنا إن السولت كونسنتريشن، تركيز المحلول في الساب فاكيول، هو نفس تركيزه تركيز المحلول السولت في المحلول او السوليوشن، هو نفس تركيز السولت في الساب فاكيول، وبالتالي مفيش ميه اتحركت لا جوه ولا بره. عرفت منين؟ اهو شايفين هنا حصل ايه؟ السولت كونسنتريشن، السولت كونسنتريشن ده اهو مع الوقت فضل ثابت. امتى بقى يتغير؟ لما يكون في فرق ميه تدخل من المحلول في الساب فاكيول او ميه تخرج بسبب في فرق في تركيز الصوت. خلاص، فهو انا كده جاوبت على السؤال which of the following، مين قطعه البطاطس يعني الكونسنتريشن في الفاكيول بتاعتها بيكون ايكوال، بيكون ايكوال
يعني معنى كده مفيش مية هتدخل ولا مية هتخرج، يبقى طبعا هي Z1 Z only. Trigger pressure arises in the plant cell under the main effect of. يعني كلمة trigger pressure يعني ضغط امتلائي داخل الخلية النباتية. يعني الخلية النباتية لما شكلها اتحول لكده اللي حصل ان في pressure ضغط بسبب دخول المية جوه الخلية النباتية، دخلت في الفاكيو حجمها كبر بالشكل ده، ضغطت على البروتوبلازم، ضغطت على السيل وول جدار الخلية، كل الضغط ده بنسميه trigger pressure او ضغط امتلائي او ضغط انتفاخ داخل الخلية. arises نشأ من الساب فاكيول او الفجوة العصارية. هنا بنتعلم كده فيها مهارات معينة علشان نجاوب الأسئلة، سواء انت اساسا اخدت الليسون ده او ما اخدتوش، بس في مهارة معينة كده انت لازم تتعلمها حتى لو مش مذاكر، بيلعب معاك كده بالالفاظ والافكار. بيقولك الجرين بلاستيد او الكلوروبلاست، الاتنين واحد، دي الجرين بلاستيد في السؤال عندك كاتبها كلوروبلاست، هي play role in providing alga، بتدي الالجا الطحلب physiological support. يا ترى اسال نفسي الكلوروبلاست بتعمل ايه؟ دور مهم جدا في الفوتوسينثيسيس بروسيس. طيب بابزورب ووتر، تمام، بس الوتر دي بتروح فين؟ الوتر دي بتستخدم هنا في الكلوروبلاست علشان يبني الشوجرز، فالوتر دي من خلال الفوتوسينثيسيس بروسيس ما بتروحش تتحوش في الفاكيو وتضغط على البروتوبلازم وتعمل تضغط على السيل وتعمل فيزيولوجيكال سبورت، ما بتعملش كده. الوتر بتستهلك في الفوتوسينثيسيس بروسيس. حلو، لغايه دلوقتي ملهاش دعوه بالفيزيولوجيكال سبورت، بس بتكون ايه؟ بتكون السيمبل شوجرز. طب السيمبل شوجرز او السكريات ديت المفروض انها بتزود الاوزموتيك بريشر، الضغط الاسموزي، يعني ايه بتزود الاسموزي؟ انت فاكر ان الاوزموتيك بريشر املاح بس؟ لا، ما الاوزموتيك بريشر معناها تركيز عالي من السولت او تركيز عالي من السكريات. الاثنين دول لما يكون عندنا تركيز عالي من الحاجتين دول هيجذب الميه وهيساعد ان الميه تدخل جوه السل، وبالتالي السل هتكتسب physiological support. يبقى الكلوروبلاست ليها دور مهم في الفيسيولوجيكال سبورت، لان من خلالها بتحصل فوتوسينثيسيس بروسيس produces مونوساكارايد اللي هتزود الاوزموتيك بريشر، تسحب المايه جواها. كيف بنقول يس؟ بنختار التشويز الاولاني. نوتس كده بتقابلك على فكره وانت بتحل اسئله كتير، يا ريت تسجلها بدل ما ترجع للاسئله تاني، هتقابلك في سؤال تاني بفكره تانيه. يعني انا عايزاك وانت بتعمل ايه، مش مجرد ان انت تحل وخلاص، لا، وانت بتحل في كراسه كده بتسجل نوتس او بتسجل افكار. هتكتب نوتس زي دي، هتكتب النوت، هتكتب السؤال، وتكتب اول تشويز دي اللي هي الاجابه، خلاص. اوكي، ودي بتبقى يعني اجابه واضحه، وش يعني فاكت، ما فيهاش لعب. فلما هيجي لك في التشويز تبقى عارف الاجابه على طول، وكده انت هتكون استفدت من الحل. فهمنا؟ يعني استفيد من الحل اني اسجل النوتس والافكار اللي بتقابلني، لان احنا بنحل اسئله كتير، يبقى انا كده فعلا مستفيده. ما اضطرش ان انا وانا براجع او انا بذاكر احل تاني من اول وجديد، لا، هيبقى عندي نوتس من خلالها اكون خلاص افتكرت الاسئله والاجابات.